عودة إلى الاستوديو وأيضا إلى ضيوفنا السيدة ذكريات ماجد والدكتور محمود سليمة. كنا نتحدث عن يعني الهجرة والمواطنة والهجرة، ما الفرق بين أن تكون مواطنا وأن تكون مهاجرا؟ هل علاقتك مع المهجر تختلف دكتور محمود؟ يعني من أتى إلى هنا كمهاجر ومن ولد مثل ذكريات أو عاش هنا كمواطن، هل هناك اختلاف في هذا المفهوم؟ أنا ما أعتقدش إن في اختلاف، بس أنا بالنسبة لي يعني إنجلترا بالنسبة لي تعتبر وطن ثاني، لكن أنا عمري ما أقطع أبدا العلاقة بيني وبين وطني الأم never، لأن أنا مرتبط ببلدي وبحب بلدي جدا، وبحاول إن أنا بقدر الإمكان إن أنا أقدر أساعد بلدي، وممكن أنا وجودي هنا يقدر يساعدها أكتر من ما أكون موجود فيها في الوقت الحالي. عندي خبرات كتير، عندي حاجات كتير أقدر أساعد فيها البلد. لكن المواطنة والهجرة ما أعتقدش أن في فرق كبير بينهم، يعني طول ما هي دي الأيديا في دماغي. هل لأنه يمكن يعني بالغرب وخاصة ببريطانيا أنه حتى عندما تكون مهاجر أو مواطن لك نفس الحقوق، يعني لك نفس الواجبات، لك نفس الحقوق بالزبط. هناك قوانين تحميك، يعني أنت مثلا كمواطنة هنا في بريطانيا تمارسين عملك وهناك حقوق وهناك أيضا قوانين تحميكي، أليس كذلك امرأة؟ هو هذا الشيء اللي أنا يعني أحس أنا توفقت به، لأن إذا وحدة يعني بنية في العراق رادت تسوي نفس الأشياء كان يمكن ما أعتقد توصل، لأن في يمكن ما أعرف يعني، بس ما أعتقد في نفس الحقوق للمرأة في العراق كما هي في إنجلترا. فأحس بأن يعني كان أكثر opportunity اللي في إنجلترا، يعني كان أقدر مثلا هي مثل ما قلت لك على المكياج، يعني كان عندي ابقالي يعني اقدر اوصل، هو مو بس المكياج، بس اقدر ابحث عن اليوتيوب فيديوز، يعني حتى الانترنت في العراق ما اعتقد نفس الشيء، يعني ما يقدرون يسوون، ما في برود باند وهالاشياء، حتى التكنولوجي يعني شويه حتى دخل. يمكن يعني وضع المراه العربيه التي تعمل والعامله في الشرق الاوسط لها الكثير من التحديات والمشاكل، يعني مثلا انت امراه متزوجه وعندك طفل، اليس كذلك؟ يعني حتى لو كنت انت تعملين في الشرق الاوسط، المجتمع سيقول انه يعني من الافضل لها ان تجلس في البيت وتربي الطفل، ولكن العقليه الغربيه تنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، وأنت طبعاً هناك دعم كبير من زوجك ومن عائلتك، أليس كذلك بهذا الموضوع؟ طبعاً هو كان يعني بدون، إذا ما كان عندي رجلي يعني يساعدني ويشجعني بهذه الناحية، نفس يعني نفس الشيء مع أهلي، يعني يشجعوني كثير، فيعني إذا ما كانوا معايا ويعني يساعدوني بهذا الشيء كان ما أوصل. هو هم تفكير يعني العقلية والتفكير يختلف يعني كثير، ف هو هذا الشيء اللي انا اعتقد ساعد كثير حتى اوصل لهالمرحله، وبدونه يعني كان يكون صعب كثير. يعني نتحدث هون عن عقلية المجتمع العربي وتعامله مع يعني الاستقلالية الاقتصادية او الفكرية وحتى الاستقلالية الاجتماعية. يعني احنا مثلا عندنا هذا الشيء غير وارد في المجتمع العربي، وانه هناك في منهجية وتقاليد وعادات يعني ما زالت تسيطر على فكر المجتمع العربي والشرقيين. يعني مثلا انت حتى تصل الى سلطة او حتى تمارس عمل حر يجب ان يكون عندك رأس مال، ويجب أن تكون من عائلة ثرية أو تكون مسؤول أو يحميك مسؤول. لكن هنا في الغرب أنت يعني يكفي أن يكون عندك كفاءات، وهذا الشيء يجعلك تزدهر في عملك. ما هي دي اللي احنا بنقول عليها، الفرص بتبقى موجودة. يعني ممكن ما فيش رأس مال، لو مشروع ناجح بيدرس البنك ممكن يموله، أو أي انفست أو أي ممول ممكن يمول مدام مقتنع بالمشروع. في الدول العربية بيبقى صعب شوية النقطة دي، لازم فعلا يبقى الإنسان عنده فلوس. حتى البنوك بتعقد الأمور شوية، لأن بتطلب حاجات كتير أكتر من اللازم، وخصوصا بعد ما حصل، يعني برضه أنا بتكلم على مصر مش العراق، مش عارف العراق حصل في إيه، لكن مصر كان حصل فيه سرقات كتير جدا من البنوك، وكان فيه حصل برضو نتيجة للفساد اللي كان في البلد. فكان صعب انها تبتدي مشروع زي كده في دولة من زي مصر مثلا او زي العراق، لان العقليات مش مؤهلة انها تشتغل بالطريقة الاقتصادية او الرأسمالية اللي هي موجودة في الدول اللي احنا عايشين فيها. وانت بدأتي برأس مال صغير جدا، اليس كذلك في البداية؟ يعني كان عندي يمكن فد 200 باوند يعني حتى ابدا، بس شوي شوي يعني من كان عندي زبون وعمل لهم مكياج، هاي الفلوس بعدين احطها في المكياج، فشوي شوي يعني قام يتوزع الكيت مالتي، وكسع دائما يعني
دائما اني يعني اي فلوس اللي انا كنت اعملها بس ري انفستد، ما اصرف على ملابسي ولا منظر يعني، بس كنت اشوف يعني عندي فيجن بان اريد اوصل مكان. وانا احس حتى مثل ما كان يقول الاخ بان التفكير يختلف، لان انا يعني ربوني اهلي كانوا يقولون مثلا لازم واحد لو يكون دكتور ولا محامي ولا يعني طبيب اسنان، فاحنا حتى العقليه العربيه هيك يعني. فحتى انا يعني درست علم النفس، يعني انا تخرجت في علم النفس ديجري يعني عندي، بس شفت يعني ما كنت احصل على وظيفه هذا في علم النفس، فقلت يعني وات از ماي سكيل، يعني شنو اقدر اسوي عشان يعني احصل لي فد وظيفه يعني لو اكون يعني بزنس وومن. فولو انا عندي هاي الديجري وتخرجت في علم النفس، واخويا دكتور وابويا دكتور وامي محاميه، بس انا شويه يعني اختلفت وقلت لازم يعني نسوي تشينج، لان انا تربيت هنا وشفت تفكير يعني. طب بتعاملك انت مع المجتمعات الغربيه، هل كان عندك في يعني خلفيه فكرك خوف انه من بعض الغربيين طبعاً. خاصه يعني من الاسلاموفوبيا مثلا او طبعاً. من العربوفوبيا، يعني وانت تتعاملين مع هذا المجتمع الغربي هل كان هذا يعني هاجس كل الوقت يعني، وكيف تعاملتي معه؟ طيب انا بس على كما تشوفيني يعني قلت خلاص انا مسلمه لازم البس الحجاب، كنت يعني افكر لازم انزع حتى هم يقبلوني يعني في المجتمع. بس قلت يعني هذا لازم ابقيه كمثل، يعني يشوفون بان اكو امراه يعني مسلمه تقدر تسوي نفس يعني الاشياء اللي يعني النسوان الاخرى الميك اب ارتست. ف يعني اي فوكس على السكيلز مالتي وخلاص، يعني اذا هم يريدون اذا ما يريدون يعني براحتهم يعني. ما كنت يعني طيب نحن عندنا هون حاله ناجحه، طيب هذه الحاله اكيد في حالات اخرى بالشرق الاوسط، يعني اكيد في كثير من النساء العربيه تفكر بالطريقه نفسها اللي تفكر فيها ذكريات، لكن لم يكن لديها الفرصه. طب لماذا هناك غياب في الشرق الاوسط من المنظمات الشبابيه او الاحزاب السياسيه الشبابيه التي يمكن ان تساعد الشباب بتطوير فكرهم، يعني اذا كانوا عم يفكروا بنفس الطريقه اللي تفكر فيها ذكريات؟ هو لازم يبقى في ترابط بين الناس اللي عايشه بره والدول بتاعتنا اصلا عشان يقدروا ينقلوا لهم الصور. احنا بنعمل برنامج او في شبه موافقه تقريبا في مصر ان احنا بنعمل برنامج اسمه مصر والجاليات. ده هيعمل ترابط بين كل الجاليات اللي بره عشان تقدر تنقل الافكار وخبراتها عشان تقدر تساعد البلد. دي هتحل المشاكل دي كتير قوي، لان الناس هتبقى متواصله معاهم باستمرار مره كل اسبوع على الاقل. فالفيجن كلها الرؤيه بتوصل ليهم عن طريق البرنامج ده وعن طريق التفاعل وتنفيذ الافكار اللي هم بيقولوها. طيب يعني كمان بدي اعود يعني فكرك انه اكتشافك لذاتك وقدراتك، من لعب دور هام فيه؟ هل هو كان عباره عن تحدي مثلا للقوالب النمطيه لصوره المراه العربيه في الغرب، ام هو كان يعني تطوير ذاتي منك، وخاصه انه انت حتى الان بداتي يكون لك براند خاص بالميك اب، اليس نعم. كذلك؟ نعم، هو انا بالاساس يعني جدي كان تاجر يعني، فانا هذا يمكن في الدم يعني فيعني حتى أمي نفس الشيء، دائما عندها أفكار بزنس تقول هاي مشروع كذا ومشروع كذا، فدائما هذا في بالي من كنت صغيرة. فالمشروع للمكياج يعني قلت أنا كيف أبحث نفسي لو السكيلز مالتي للعالم كله، مو بس في لندن مو بس في إنجلترا. فشفت عن طريق اليوتيوب أقدر أوصل للناس في السعودية لو في الكويت وفي عرب حول العالم، يعني في أمريكا في أستراليا كلهم يبحثوا لي مسجز ممكن تعملين نانسي أدرم ميك أب لوك كلون ممكن تحيطين إن شاء الله لو عندي وقت يعني. يعني هل أنت خافي يعني أنه هذا أنه أنت تكون موجودة على اليوتيوب مثلا وتعملي فيديو منزلي عن الميك أب، يعني ألم يكن هناك هاجس خوف عندك أو تردد؟